بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. ثم أما بعد، أعزائي طلاب المرحلة الأولى، كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، وكل عام وأنتم بخير. أنا الدكتور أحمد المرسلي، أستاذ مادة الكيمياء العضوية الصيدلية. أتشرف إن أنا أديلكم الكورس الأول في الأورجانيك كيمستري أورجانيك 1 المرحلة الأولى، وإن شاء الله نتعلم كلنا، وتكون إن شاء الله الكورس جميل، وإن شاء الله نستفيد منه في الكورسات اللي بعد كده، سواء في الأورجانيك كيمستري 2 3، بعد كده لما ناخد ميديسنال كيمستري في المرحلة الثالثة والرابعة والنهائية إن شاء الله. لأن وطبعا هنهتم كلنا بكل كلمة نقولها، لأن المواد والمادة ذات الكيمياء العضوية المعلومات كلها مترتبة على بعضها، مش منفصلة عن بعض. يعني المحاضرة الثانية ما ينفعش أذاكرها من غير المحاضرة الأولى، أورجانيك 2 ما ينفعش أذاكرها من غير أورجانيك 1، ما ينفعش أوصل للمرحلة الثالثة من غير أكون مذاكر المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. فإن شاء الله تكون الأمور سهلة وبسيطة، وإن شاء الله يعني علمي ينتفع به إن شاء الله. فيا ريت كل المحاضرة اللي ناخدها الناس تذاكرها، لأن هيبقى فيه كويزات بعد كده. فنقول بالله التوفيق. الأورجانيك كيمستري، إيه هي الأورجانيك كيمستري دي؟ الاورجانيك كيمستري ديت اللي بندرس فيها المركبات بتاعه الكربونز. الاورجانيك كيمستري از ديفايند از ذا كيمستري اوف ذا كومباوندز اوف كربون. الكربون ده اللي هو الكربون ده اللي موجود في حياتنا جميعا، سواء الجسم البشري مكون من الكربون، اي حاجه حوالينا كلها متصله بيه او متعلقه بالكربون. وعموما الاورجانيك كيمستري تعتبر اورجانيك، تعتبر اورجانيك كيمستري از اور لايف، هي عبارة عن الحياة اللي احنا عايشينها. الأورجانيك كيمستري، والأورجانيك كيمستري هي عبارة عن مركبات اللي بتحتوي من الكربون، هي تعتبر از اور لايف. حاجة بص، الجسم البشري بيتكون من ايه؟ بيتكون بروتينز بيحتوي على كربونز، امينو اسيد بيحتوي على شوجرز بيحتوي على كربونز، بيحتوي على ليبيدز عبارة عن كربونز. لو بقصد اي حاجة عبارة عن ايه؟ عبارة داخل فيها مركبات الكربونز، والمركبات عموما بتكون عبارة أغلبيتها في الغالبية العظمى عبارة عن أورجانيك، إيه؟ أورجانيك كومباوندز. طبعا زي ما بقول أورجانيك كومباوندز، يبقى فيها حاجة عندي ما هياش أورجانيك كومباوندز زي الإن أورجانيك كومباوندز. الإن أورجانيك كومباوندز ديت زي اللي أنتوا شرحتوها، اللي أنتوا أخذتوها في الكورس الأول في الجزء بتاع الأناليتيكال كيمستري، دي بقول عليها إن أورجانيك كومباوندز. إنما الأورجانيك كومباوندز، الأورجانيك كومباوندز عبارة عن مركبات الكربون. الكربون الشكل اللي موجود قدامنا ده، لو جيت ابص فيه مكتوب عندي هنا 6، موجوده عندي هنا 12. ايه الستة وايه ال 12؟ الستة ده بقول عليه الاتوميك نمبر، ال 12 ده التويلف ده بقول عليه الماس نمبر. ايه 12.011؟ ال 12.001 ده اللي هو الاكزاكتلي الماس نمبر بتاع الكربون. ال 12 ده بقول عليه ابروكسيمتلي، انما الاكزاكتلي بالظبط 12 12.011. يبقى ده بقول عليه الستة، ده بقول عليها الاتوميك نمبر، العدد الذري. ال 12 ده بقول عليه العدد الكتلي اللي هو الايه، اللي هو الماس نمبر. ماس نمبر ليه احنا بندرس او بنهتم بدراسه الاورجانيك كيمستري، او خصوصا بقول عليه زي ما قلت قبل كده، هي عباره عن كيمستري اوف كربون، كربون كومباوندز، مركبات الكربون او المركبات which containing كربون. Why do we care؟ ليه احنا مهتمين بالموضوع ده؟ ان احنا بندرس الموضوع ده الاورجانيك كيمستري، لان زي ما قلت قبل كده الاورجانيك كيمستري از اور لايف. اورجانيك كيمستري از تعتبر يعني اور لانجوج، اللغه بتاعتنا. هي حياتنا وهي اللغه بتاعتنا. ليه؟ لان انا لو جيت ابص زي ما قلت قبل كده، انا عندي الاورجانيك كيمستري قلت ديت مركبات الكربون، اجي مركب زي ده. ده البوند اللي هنا اللي مش الرمز اللي عليه السهم ده اللي مش مرسوم، دي كربون، ديت كربون، دي كربون، دي كربون. وممكن يكون موجود في الاورجانيك كومباوند مع الكربون في موجود عندي اكسجين، وده بقول عليه اكسجين، ودي حلقه بنزين، حلقه بنزين عباره عن كربون 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 كربون، 6 كربون. هنا نفس الكلام، هنا ميثيل جروب اللي هي الالكايل جروب، في عندي هنا سلفر كبريت، في عندي هنا 2 اكسجين. المركب ده اسمه ريفكوكسيب، بقول عليه له تريد نيم اسمه فايوكس، ده بيشتغل از انتي انفلاماتوري دراج. يبقى ده عباره عن دراجز، عباره عن ميديسينال كومباوند. ده مين اللي بيتكون من ايه زي ما قلت قبل كده؟ عباره عن ايه؟ عباره عن اورجانيك كومباوند مينلي كومبوزد اوف كربون. اغلبيه هنا الوقت الذرات اللي مكونه المركب ده عباره عن كربون. اجي ابص للمركب ده اسمه اتروفاستاتين. الاتروفاستاتين ده عباره عن ايه؟
او النو تريد نيم اسمه ليبيتور، ده بقول عليه انتي هايبر ليبيديميك ايجنت، عامل او دراجز مستخدم لتخفيض نسبه الدهون في الدم. نسبه الدهون في الدم ده ايه اللي مسببها علو الراجل ده؟ اللي هو الكوليسترول. الكوليسترول ده اللي هي عباره عن الليبيد، نوع من انواع الليبيد اللي موجوده في الدم بتاعنا. لما بتزيد بيؤدي الى حاجه اسمها هايبر ليبيديميا، بتؤدي لزياده الدهون في الجسم، ممكن تزود الدهون في الليفر، ممكن تخلي يحصل عندنا هايبر تنشن، الضغط يعلى نتيجه لزياده الدهون. الراجل الكوليسترول اللي موجود ده اللي بسبب نسبه الدهون اللي موجود في البيض واغلبيه المنتجات الالبان والكلام ده كله، ده مكون من ايه؟ لو جيت ابص انا قلت ديت اللي مش دي عباره عن كربون، دي كربون، دي كربون، 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 كل ده الحلقات دي كلها مكونه من كربون، الحلقات دي كلها مكونه من كربون. عليها موجود على او اتش جروب، الناس اللي هي واخده في الاعداد الاو اتش جروب ديت اللي هي الهيدروكسيل جروب، دي بقول عليها الكوهوليك جروب، ميثيل جروب ده الكايل جروب، كل ده كربون، كربون متصل بهيدروجين، يبقى مين اللي موجود؟ كربون. يبقى ده الكوليسترول اللي بسبب، اللي بيعالج الكوليسترول زياده الكوليسترول ده اللي بسبب زياده الدهون حاجه زي الليبيتور او الاتروفاستاتين، ده برضه نفس المركب ده، الدراجز ده، ده علاج موجود في السوق، موجود بمركب من ايه؟ حلقه بنزين، ادي عباره عن كربون 6 كربون، حلقه بنزين 6 كربون، 6 كربون، هنا هيترو سايكليك رينج، حلقه خماسيه غير متجانسه الحلقه، دي كربون، كربون، اللي على السهم ده، اللي السهم بيشير له ده كله كربون، 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 كل ده كربون، يعني المركب مين اللي كله مكون من ايه؟ مكون من الكربون. مع بعض الاتوم زي الاكسجين، زي النيتروجين، زي الفلورو، زي الكربوكسيل جروب سي او 2، كل المركبات دي كلها دي بقول عليها ايه؟ بقول عليها عباره عن دراج، كل ده بقول عليها اورجانيك كومباوند، نتيجه لوجود مين؟ نتيجه لوجود مين؟ لكومبوزد اوف كربون، بيتكون من الكربون. عند حاجه زي الراجل ده بقول عليه اوكسيكودين، الراجل ده بقول عليه بوتنت انرجيسك، مسكن قوي جدا، بيكون من ايه؟ برضه نفس الكلام، مين اللي بيكون من الكربون زي ما قلنا قبل كده، مع بعض الفانكشن جروب العاديه زي الاو اتش، زي الكربونايل جروب سي دبل بوند او، زي الميثوكسي جروب. اجي بعد كده ده بقول عليه اسمه بنزل بنسلين، بنزل بنسلين ده عباره من الاسم كده، لما نفتكر البنسلين ده عباره عن مضاد حيوي، انتي بايوتكس، الانتي بايوتكس اللي بستخدمه ده عشان يعمل كيلينج للبكتيريا والمايكرو اورجانيزمز. ده بيتكون من ايه دلوقتي قدامنا؟ ده بنزايل بنسلين، ده والبنزل بنسلين عباره حلقه بنزين، حلقه بنزين بتتكون من ايه؟ كربون، 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 ده كربون، ده كربون، 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 كل ده عباره عن مركبات بتحتوي على الكربون. يبقى الوقت يبقى من علاوة على ان بقول ان الاورجانيك كيمستري او الكيمستري اوف كربون بقول عليها فورم ذا بيزس اوف اول لايف اون ايرث، اساس الحياه على الارض، على سطح الارض. الاورجانيك كومباوند زي ما قلت قبل كده في الاول خالص بتتكون من ايه؟ تكون من شوجرز، الشوجرز بتخش في تكوين النيوكليك اسيد، الاحماض النوويه الامينيه، الاحماض النوويه زي الار ان اي والدي ان اي، الامينو اسيد، الامينو اسيد ديت اللي هي تعتبر سمبل يونت اوف فورميشن اوف بروتين، الوحده الاساسيه لتكوين البروتينز اللي موجوده في جسمنا وفي اي جسم كائن بشري او اي حاجه ربنا خلقها فيها البروتين. البروتينز دي بتتكون من ايه؟ من امينو اسيد. بعد كده زي ما خدنا الامثله جدا الدراجز، ان انا الادويه اللي بتستخدم في السوق كلها عباره عن ايه؟ عباره كلها مينلي ابروكسيميتلي عباره بتتكون من مركبات الايه؟ بيقول عليها مركبات الكربون، زي ما شفنا في الامثله اللي احنا قلناها دي كلها. فانا بقول دلوقتي يبقى اورجانيك كيمستري تعني كيمستري اوف كربون، وهو ايه الكربون؟ الكربون ده هو عباره عن البيزس لللايف كلها اللي موجوده على وجه الارض، لان ده يعتبر عن اورجانيك ايه؟ عباره عن اورجانيك كومباوندز، عباره عن اورجانيك كومباوندز. بعد المقدمة ديت هنخش على الاتوميك ستراكشر، الاتوميك ستراكشر بتاع أي ذرة موجودة عندي. أي ذرة موجودة عندي ديت، الذرة ديت هي أصغر جزء من العنصر، أنا عندي إيليمنتس العناصر، العناصر دي بتتكون من إيه؟ بتتكون من ذرات، يبقى الذرة ده بقول عليها الأتوم إز سمولست بارتيكل ميكينج أب إيليمنتس إت كونسيستس أوف إيدنس. يبقى الذرة هي عبارة عن أصغر جزء من العنصر، العنصر الـ elements بيكون من عدد من الإيه؟ من الذرات. زي ما أقول الأكسجين بيكون من عدد، لا بقول عليه عنصر، بيكون من إيه؟ بيكون من ذرتين أكسجين مع بعض. الفلورين F2
الفلور بيتكون من ذرتين من الفلور مشتركين مع بعض برابطة تساهمية، الكلورين، الأيودين، البرومين، السي اتش 4 اللي هو الميثين اللي انتوا خدتوه في الأورجانيك كيمستري في الإعدادي، اللي هو أبسط حاجة ليه الألكان. سي اتش 4 عبارة عن كربون متصل بأربع ذرات هيدروجين. يبقى الذرة هي أصغر جزء مكون للعنصر. طب الذرة دي تركيبة ايه اللي احنا شايفينه قدامنا؟ ايه الشكل ده؟ الشكل ده اللي هو في السنتر ده، ده النيوكليس بتاعت الايه؟ بتاعت الاتوم اللي موجودة عندي. النيوكليس دي موجود فيها ايه؟ موجود فيها بروتونز وموجود فيها نيوترونز. البروتونز اللي تشارج بتاعتها الشحنة بتاعتها زي ما احنا عارفين بوزيتيف تشارج، شحنات موجبة. النيوترونز شحنات متعادلة. المجموع واللي بيلف حوالين المستويات اللي بره ديت بعد النواه ده، المستوى ده، الحاجات اللي احنا شايفينها ديت، دي المستويات ديت بيمر وموجود فيها الالكترونز بتاعت مين؟ بتاعت العنصر او الذره اللي موجوده عندك. يبقى الاتوم بتتكون من نيوكليوس بريزنت ان ذا سنتر كومبوزد اوف بروتونز هاف بوزيتيف تشارج and neutrons. The nucleus surrounded by orbitals. الاوربيتالز دهيت اللي موجوده عندي دهيت بيلف فيها مين؟ بيدور حواليها في الاوربيتالز ديت اللي هي الايه؟ اللي هي الالكترونز. الالكترونز زي ما احنا عارفين شحنتها موجبه، البروتونز شحنتها، الالكترونز شحنتها سالبه، البروتونز شحنتها موجبه. الاجمالي بتاع الاولى على بعض اجمالي البروتونز اند الكترونز بيسوي حاجه عندي اللي هو العدد الذري اللي هو الاتوميك نمبر. يبقى الاتوميك نمبر عباره عن ايه؟ عباره عن عدد البروتونز زائد عدد الالكترونز. الاتوميك نمبر عباره عن عدد البروتونز او عدد الالكترونز. عدد البروتونز او عدد الالكترون ده بيديني اللي هو مين؟ اللي هو الاتوميك نمبر، العدد الذري. يبقى العدد الذري لو قلت عدد ذري لعنصر، العدد الذري لعنصر فيه بروتونز فيه 10، 10 دي تعني ايه؟ ان العدد الذري ده ال 10 البروتونز هو نفس ال 10 ديت، يبقى عندي 10 الكترونز. يبقى قلت عندي عدد البروتونات بتساوي عدد الالكترونات، دولت بيساوي الايه؟ الاتوميك نمبر. يعني لو عرفت عدد الالكترونز يبقى انا كده عرفت عدد البروتونز، عرفت عدد البروتونز يبقى عرفت عدد الايه؟ عدد الالكترونز. يبقى عدد البروتونز او عدد الالكترونز ده بيكون ايكويفالنت لمين؟ للاتوميك نمبر، للعدد الذري. انا قلت عندي زي ما قلت في الكربون في الاول خالص ده، قلت عندي الكربون ده، قلت الرقم 6 اللي تحت ده النمبر ده، ده قلت ده عباره عن الاتوميك نمبر. ال 12 ده ال 12 ده عباره عن الماس نمبر، العدد الكتلي. السته ده بيدل على ايه؟ بيقول ان الراجل ده عدد البروتونز اللي عنده 6. 6 بروتونز. عدد الالكترونز اللي عنده 6، 6 الكترونز. قلت عندي، قلت البروتونز اللي تشارج بتاعته بتكون بوزيتيف تشارج، شحنه موجبه. الالكترون بتكون شحنه سالبه. عدد الشحنات، عشان كده بنقول الذره متعادله كهربيا، لان عدد البروتونات الموجبه، عدد البروتونز which carry positive charge equal to number of electrons which carry negative charge. يبقى عدد الذرات، عدد البروتونز الموجبه بتساوي عدد الالكترونات السالبه. اجي بعد كده للماس نمبر اللي هو العدد الكتلي اللي فوق اللي هو ال 12 ده. ده عباره عن عدد ايه ده؟ ده عباره عن عدد البروتونز بلس النيوترونز. احنا قلنا البروتونز والنيوترونز موجوده فين؟ ان ذا سنتر اوف نيوكليس. النيوكليس مكون من بروتونز اند ايه؟ اند نيوترونز. يبقى انا دلوقتي عندي اتوميك نمبر وفي عندي ماس نمبر. الاتوميك نمبر قلت ده عباره عن عدد الايه؟ عدد البروتونز او عدد الالكترونز. الماس نمبر عباره عن عدد ايه؟ الماس نمبر عدد البروتونز بلس عدد النيوترونز اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده عندي. يبقى انا قلت دلوقتي تاني، يبقى انا عندي النيوكلس فيها بتتكون من بروتونز زائد النيوترونز. البروتونز الشحنه بتاعتها بوزيتيف تشارج،
ويدور حواليها سراوندد باي الكترونز. الالكترونز اللي هي بتدور حوالين النيوكلاس ديت بتكون شحنتها سالبه، والعدد بتاعها بيساوي عدد البروتونز الموجبه، سواء عدد البروتونز او عدد الالكترون، ده بقول عليه الاتوميك نمبر. يبقى كده خلصنا من العدد الذري، وقلت ان الذره ديت دي اصغر جزء من العنصر، بتكون الشحنه بتاعتها شحنه موجبه محاطه بالايه، بالالكترونز. في ممكن بقى في المستوى ده، في المستوى ده، في المستوى ده، انما عدد الالكترونز دي كلها بتساوي عدد الايه، عدد البروتونز. قلت عندي في النيوكليس زي ما قلت هنا اهوت الرسمه بتاعت النيوكليس، دي رسمه ثانيه، ديت النيوكليس عباره عن بروتونز زائد النيوترونز. الاوربيتالز او المنطقه المحيطه اللي حوالين النيوكليس دي كلها بقول عليها اوربيتالز، دي الاماكن المظلله دي كلها، دي الاماكن المحتمل وجود فيها الايه، الالكترونز. يبقى ديت النيوكليس، ودي الليفلز او التشيلز او الحاجات اللي الاوربيتالز اللي حواليها دي كلها، دي الاماكن المحتمل وجود فيها مين؟ وجود فيها الايه؟ الالكترونز. يبقى الالكترونز دهيت موجوده في ايه؟ موجوده في اوربيتالز. ده هو ايه تعريف الاوربيتالز؟ يبقى الاوربيتالز هي الاريال اراوند النيوكليس اوكيوايد باي اوربيت باي الكترونز. يبقى هي المساحه او الجزء اللي حوالين النواه المحتمل تواجد الالكترونات فيه بشكل كبير جدا. اجي بعد كده اللي عندي الذره، ذره زي الكلور. الكلور احنا عارفين الكلور رمزه سي ال، الكلور رمزه سي ال. ال 35 ديت بقول عليها الماس نمبر. طب ايه هو ده اللي هو العدد الكتلي؟ طب ايه هو العدد الذري بتاع الكلور اللي هو الاتوميك نمبر؟ ده بيساوي 17، بيساوي 17. في بعض الذرات عندي زي الكلور بيحتوي على 2 اتوميك نمبر، في عنده كلور 2 ماس نمبر، في عندي زي الكلور بيحتوي على 2 ماس نمبر، مره كلور عندي ماس نمبر بتاعته بتساوي 35 ومره ماس نمبر بتاعته بتساوي 37، ولكن ال اتوميك نمبر بتاعته العدد الذري اللي مش مكتوب ده 17، دي ثابته سواء كان الماس نمبر 35 او سواء كان الماس نمبر 37، العدد الذري بتاعه ثابت اللي هو ال 17. لما يبقى عندي اتومز بالمنظر ده لها اثنين ماس نمبر، واحنا عرفنا لما قلنا الماس نمبر بيساوي ايه؟ بيساوي عدد البروتونز بلس زائد عدد النيوترونز اللي موجوده في النيوكليس. يبقى الاختلاف هنا نتيجه الاختلاف في عدد الايه، في عدد النيوترونز، ان اداني اثنين بقول عليه ايزوتوب، ايزوتوب بالنسبه للكلور. في كلور عندي 35 الماس نمبر 35، وفي كلور الماس نمبر بتاعته كام؟ 37. الاختلاف ده جاي منين؟ اختلاف جاي نتيجه للديفرنس في الايه، النيوترونز اللي موجوده عندي. ففي حاله كلور الماس نمبر بتاعته 35 بيكون عندي النيوترونز اللي موجوده في الذره ديت بتكون عددها 18. انا دلوقتي جيت زودت هنا من 35 بقت 37، يبقى معنى ذلك كده زودت كام؟ زودت 2. يبقى النيوترونز اللي موجوده في الكلور الماس نمبر بتاعته 37، هيكون النيوترونز عددها كام؟ هيكون عددها 20، هذا 20 نيوترونز. نفس الوضع برضو في عندي الكربون، الكربون له 2 ايزوتوبس، في عندي كربون الماس نمبر بتاعته 12، وفي كربون الماس نمبر بتاعته كام؟ 13. يبقى في 12 وفي 13 للكربون، يبقى الاختلاف او الايزوتوبز ديت بتنشا منين؟ الرايز فروم ايه؟ نتيجه للديفرنس في عدد النيوترونز اللي موجوده في النيوكلاس بتاعت الذره اللي موجوده عندي. يبقى اجمالي اللي احنا قلناه ده، قلت في عندي الذره، الذره ديت اصغر جزء من العنصر. الذره ديت بتتكون من ايه؟ عندي نيوكلس، النيوكلس ديت فيها شحنه موجبه اللي هي البروتونز، وفي عندي نيوترونز اللي هي متعادله، في عندي حاجه اسمها الاتوميك نمبر، وفي حاجه عندي اسمها الماس نمبر. الاتوميك نمبر ده نمبر اوف بروتونز او اور الالكترونز. يبقى معنى ذلك يبقى عدد البروتونز هو هو عدد الايه، عدد الالكترونز. يعني لما يقول لي عدد ذري بتاع مركب العدد الذري 20، من عرفت من كلمه العدد الذري 20 ده ان عدد الالكترون فيه 20، عدد البروتون فيه 20.
اقل بيساوي 17 زي الكلور، العدد الذري الاتوميك نمبر 17، يبقى معناها ان الكلور اتوم فيها 17 بروتونز فيها 17 الكترونز. قال لي في ذره زي الفلور فيها 9، العدد الذري بتاعها، يبقى معناها ذلك ايه؟ مع عدد البروتونز اللي موجوده عندي 9، عدد الالكترونز اللي موجوده عندي 9. قال لي ذره عدد البروتونز فيها 9، يبقى ده يعني ايه؟ يعني ان عددها الذري 9، يعني ان عدد الالكترونز فيها 9. قال لي ذره عدد الالكترون فيها 9، يبقى ده يعني ايه؟ ان عدد البروتونز فيها بيساوي 9، العدد الذري بتاعها هيساوي 9، لان احنا بنقول الاتوميك نمبر ذا نمبر اوف بروتونز اور الكترون ات كونتينز، اللي هي بتحتوي. الماس نمبر زي ما قلنا قبل كده، الماس نمبر عباره عن التوتال نمبر اوف بروتونز بلس زائد النيوترونز ان اتس نيوكليس. الماس نمبر عباره عن عدد الايه؟ يعني لما بقول هنا، لما بقول هنا الكلور 35، 35 قلت دي بتعني ايه؟ ان دي عدد البروتونز بلس عدد النيوترونز. ده بنشأ نتيجه للاثنين دولت، نشأ عندي في النتيجه اللي بتكون حاجه اسمها الايزوتوب، في عندي برضه كلور 37. 37 دي معناها ايه؟ معناها ان انا عندي الاتوميك نمبر مختلفين نتيجه الاختلاف في عدد الايه؟ نتيجه الاختلاف في عدد النيوترونز. النيوترونز هنا موجوده 20، النيوترونز هنا موجوده كام؟ موجوده ايه؟ 18. انما عدد البروتونز ثابت سواء في ال 35 او ال 37، زي ما احنا عارفين العدد البروتونز في الكلور اللي هو 17 اللي هو عدده الذري، عدد البروتون هتساوي 17، يبقى 17 في حاله ال 35، 17 زائد 18 هتساوي كام؟ تساوي 35. هنا 17 زائد 20 يبقى تساوي كام؟ 37. يبقى في حاجه اسمها ايزوتوبس، الايزوتوبس دي جايه نتيجه للديفرنس النمبر اوف نيوترونز زي هاف، النيوترونز اللي موجوده في النيوكليوس نتيجه للاختلاف فيها بينشا عندي حاجه اسمها الايزوتوبس. يبقى لما نيجي نقول صح وغلط هنقول ام سي كيو، الايزوتوبس دي بتنشا نتيجه الاختلاف في ايه؟ هل في عدد الالكترونز؟ هل في عدد البروتونز؟ هل في عدد النيوترونز؟ يبقى نتيجه للاختلاف في عدد الايه؟ النيوترونز. اللي هي مين؟ الايزوتوبس. يبقى الاجمال اللي احنا قلناه اتوميك نمبر، نمبر اوف بروتونز اور الكترون، ماس نمبر، توتال نمبر اوف بروتون بلس نيوترونز اللي موجوده في النيوكلس، ايزوتوب نتيجه للديفرنس في الايه؟ النيوترونز اللي موجوده في النيوكلس. فبقى عندي اختلاف فين؟ اختلاف في الايه؟ في الماس نمبر، وبالتالي بينشا عند حاجه اسمها الايزوتوب. وخدنا مثالين لهم اللي هو الكلور، في عنده كلور منه اتوميك ويت او ماس نمبر بتاعته 35، وفي ماس نمبر له 37. الكربون فيه له ماس نمبر 12، وفي ماس نمبر له كام؟ 13. نسبه التواج بتاعتهم بتختلف طبعا، يعني عندي الكربون اللي موجود اللي هو الماس نمبر بتاعته 12 عاليه جدا، اللي موجوده 13 ديت بيكون بنسبه 0.1%، 0.1% من تواجد الايه؟ الكربون اللي هو الكربون 13 ده. الكلور ده بيكون بنسبه عندي ده بنسبه 75% موجود الكلورين اتوم فاوند ان نيتشر از ايه؟ از سي ال 35. ماس نمبر بتاعته كام؟ ماس نمبر بتاعته 35. الماس نمبر بتاعته 37 موجود في الطبيعه بنسبه كام؟ بنسبه كام؟ 25 اللي هو الجزء الايه؟ او النسبه الايه؟ الباقيه. الاتوميك ستراكشر اللي احنا بنتكلم عليه ده، انا قلت هنا النيوكلس بيتكون من بروتونز بيتكون من نيوترونز، الالكترون اللي بتدور ده بتدور في شيلز او مستويات او في ليفل بقول عليها مستويات الطاقه. الالكترون شيل ديت بتكون ممكن بنسميها بندي لها رموز زي كي ال ام ان او بي وكيو، هم 7 مستويات الطاقه اللي احنا عارفينهم من الاعداد، او بقول عليه المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى الرابع، المستوى الخامس، المستوى الايه؟ السادس، والمستوى السابع الاخير. وقلت قبل كده اتكلمنا على الاوربيتالز، الاوربيتالز ديت قلت عباره عن هي السبيس، سبيس اراوند ذا نيوكلس، سبيس اراوند ذا نيوكلس وير ان الكترون از موست لايكلي بي فاوند. المكان اللي حوالين النواة اللي نسبة تواجد الإلكترون فيه عالية جدا هو ده بقول عليه بسميه كلمة إيه؟ أوربيتالز. أنا هنا ده اللي عليه السهم ده، ده عليه دي ماينس، شحنة سالبة، دي شحنة سالبة، دي شحنة سالبة. ديت كلها عبارة عن المستويات اللي بره ديت اللي بقول عليها مستويات الطاقة اللي موجود فيها الإلكترونز، الإلكترون بتلف في المستويات ديت. الإلكترون بتلف فين؟ في المستويات ديت. دي موجود فيها شحنة إيه؟ شحنة سالبة.
يبقى الاوربيتالز هو السبيس اراوند ذا نيوكلس وير ان الكترون از موست لايكلي بي فاوند. الاوربيتالز اللي موجوده عندي دهيت ما بيجم ليها لما اقول عندي يعني نتكلم بعد كده في عندي الاوربيتالات في عندي اوربيتال اس زي ما انتم عارفين في 1 اس في عندي 2 اس في عندي 2 بي. ال 1 اس ده اول مستوى اللي بعد النيوكلس على طول بعد كده 2S 2S في نفس المستوى الطاقة بتاع 2B بقول عليه المستوى الأول اللي هو ال 1S ما فيش غيره. بعد كده 2S في 2S وفي 2B وال 2B زي ما احنا عارفين بتنقسم إلى PX PY وBZ فيها ثلاثة إيه؟ فيها ثلاثة أوربيتالز. الثلاثة أوربيتالز دول بملاهم الأول فرادة، يعني لو في عندي أربعة إلكترون يبقى عندي ثلاثة أوربيتال بملاهم. ال بي اكس احط في واحد، البي واي احط في واحد، والبي زد احط في واحد، وبعد كده الواحد اللي باقي ده احطه للمستوى الاول في البي اي في البي اكس او البي واي او البي اي او البي زد. زي ما احنا عارفين من الاعداد حاجه اسمها هوند سرول قاعده هوند. هوند بيقول ان المستوى مستويات الطاقه الفاضيه او الاوربيتالز الفاضيه من الالكترونات اما اجي اعمل لها فيلنج بالاوربيتالز بالالكترونز بحط الالكترون ازاي بوزعها ازاي. الاول بحطها فراده، يعني انا عارفين احنا الاوربيتال بيتملى باثنين الكترون، فالاول كل واحد بياخد الكترون واحد والباقي عندي ارجع اوزعه ايه؟ ارجع اوزعه ثاني، يعني ما بحطش اثنين الكترون في الاوربيتال مره واحده. والاوربيتال بيتشبع باثنين الكترون بس ما باجي اوزع بنام في مستوى واحد اوزع الاول ايه فراده الاول اقعد قد احط في كل مستوى في كل اوربيتالز فرعي اللي هو البي احط فيه الكترون واحد وبعد كده الالكترونات الزياده ابدا ايه ابدا اوزعها تاني. في عندي بعد كده في عندي زي ما بنتكلم احنا قلنا بنتكلم على الاورجانيك كيمستري الاورجانيك كومباوند زي ما قلت في عندي ان اورجانيك كومباوند. اغلبيه الاورجانيك كومباوندز اللي احنا قلناها دي كلها البوند اللي موجوده فيها بتكون عباره عن تشيرنج بوند عباره عن تشارب بقول عليها كوفيلنت بوند روابط تساهميه. تساهميه دي جايه منين؟ كلمه تساهم ان كل واحد بيساهم بحاجه بيعمل شيرنج كل واحد بيساهم بالكترون. احنا عارفين ان البوند اي بوند اي رابطه اي اسره زي ما بنقول كده بالعراقي بتتكون من اثنين الكترون واحد بيشارك بالكترون عباره عن ذرتين مشتركين مع بعض كل ذره بتشارك بالكترون فبيكون لي عندي الكوفيلنت ايه؟ الكوفيلنت بوند. دي كلها من اللي موجود فين؟ موجوده في الاورجانيك كومباوندز. الان اورجانيك كومباوندز الحاجات المركبات الان اورجانيك زي الصوديوم كلورايد زي الاتش سي ال اتش 2 اس او 4 المركبات اللي احنا خدناها في الاناليتيكال دي كلها بقول عليها ان اورجانيك كومباوند. البوندنج اللي موجوده فيها دي بنقول عليها ايونيك بوند. ايونيك بوند روابط ايونيه. يعني روابط ايونيه او روابط قطبيه يبقى عندي ذرتين، ذره عليها شحنه موجبه وذره عليها شحنه سالبه. الذره اللي عليها شحنه موجبه ديت اللي بياخد شحنه موجبه ده اللي بيفقد الالكترون. الذره اللي بتكتسب الالكترون زي ما احنا عارفين الالكترون شحنته سالبه يبقى اللي هتكتسب الالكترون هتكون شحنته ايه؟ هتكون شحنته سالبه. يبقى احنا هنا عندي البوندنج اللي موجوده في الان اورجانيك كومباوندز زي مثلا ناخد مثال عندي صوديوم كلورايد اللي هو ملح الطعام بتاع البيت ده. انا عندي الصوديوم هنا المستوى الاخير بتاعه فيه الكترون. الكلور المستوى الاخير بتاعه فيه 7 الكترون. اثنين مع بعض هم 3 بيرز اوف الكترون وفي واحد ايه فردي واحد. زي ما احنا عارفين الصوديوم العدد الذري بتاعه كام؟ 11. اما اجي اوزعه هيبقى كام؟ المستوى الاول زي ما احنا عارفين بيتملى باثنين. المستوى الثاني الطاقه بتملى ناس تقول معايا اتملى ب 8 الثاني اتملى بكام؟ بعد كده المستوى الثالث اتملى ب 18 المستوى الرابع اتملى بكام؟ ب 32. فانا عندي الصوديوم العدد الذري بتاعه 11 يبقى هيتوزعه ازاي؟ بقول قلت المستوى الاولاني اتملى ب 2 يبقى ده 2 المستوى الثاني اتملى ب 8 يبقى ده 8 يبقى انا بقول عدد الذري بتاع الصوديوم 11 يتبقى عندي كده كام؟ يتبقى عندي الكترون واحد هيتبقى عندي الكترون ايه؟ الكترون واحد. الالكترون ده اللي موجود في المستوى الاخير ده انا عندي الذره بتكون اكثر ثباتا لما تكون ممتلئه او نص ممتلئه بالالكترون. انا قلت المستوى الثالث
الافضل. انا قلت المستوى الثالث بيتملى ب 18، فانا المستوى الثالث بتاع الصوديوم موجود فيه الكترون واحد، فالافضل للصوديوم علشان تكون مور ستيبل تفقد الالكترون ده ولا تكتسب الكترونات لغايه ما توصل لل 18. لا طبعا الاسهل ان هي تفقد الالكترون ده عشان يبقى المستوى الاخير بتاعها فيه كام؟ فيه 8. انا قلت الصوديوم 11 2 8 1، يبقى تفقد الواحد عشان يبقى المستوى الاخير بتاعها فيه كام الكترون؟ فيه 8 مشبع، فتكون هايلي ستيبل وهايلي ستابلايزد، يبقى هتفقد الالكترون اللي موجود عندي ده. اجي للكلور ده، الكلور ده انا قلت العدد الذري بتاعه كام؟ 17. هيتوزعوا ازاي؟ 2 8 7 2 8 7. يبقى الاسهل للكلور ان هو يفقد السبعه اللي موجودين دولت عشان يبقى نص ممتلئ، ولا يكتسب الكترون من الصوديوم؟ هيكتسب الكترون منين؟ من الصوديوم. هيكتسب الكترون من الايه؟ من الصوديوم. فيبقى دلوقتي الصوديوم في الحاله ده زي ما انا شايف الالكترون ده اللي موجود في المستوى الاخير بتاع الصوديوم ساب الصوديوم وراح للكلور، يبقى الصوديوم كده فقد الالكترون، عشان كده الصوديوم خد شحنه موجبه زائد واحد، زائد واحد بتاعنا ايه؟ ان هو فقد 1 الكترون. سي ال بقى عليه ماينس 1، ماينس 1 دي معناها ايه؟ ان هو اكتسب 1 ايه؟ 1 الكترون. مش دول كانوا 7، دلوقتي بقوا كام؟ 8 2 4 6 8. وبقول الرابطه اللي عندي دهيت بقول عليها ايونيك بوند، ايونيك بوند رابطه ايونيه او رابطه قطبيه، بدل الاسم كده قطبيه او ايونيه، يعني في عندي قطب موجب وقطب سالب. القطب الموجب اللي عندي هنا ده الصوديوم اللي كنا بنقول عليه في الانالوج بقول عليه كاتايون، السي ال بقول عليه مين؟ الانايون. الاي ان ديت بقول عليها الكترونيجاتيفيتي، الفرق في الالكترونيجاتيفيتي في الايونيك بوند بتكون عاليه، يعني الالكترونيجاتيفيتي هنا في بتاعت الصوديوم ماينس 9 9 من 10، بتاع السي ال كلور 3، فالالكترونيجاتيفيتي بتاعته عاليه جدا. ايه هي الالكترونيجاتيفيتي؟ بقول عليها بالعربي السلبيه الكهربيه. السلبيه الكهربيه هي قدره الذره ان هي تعمل اتراكشن للبوند اللي موجوده بينها وبين الذره الثانيه، تسحب الالكترونات، تسحب الالكترونات زي شد الحبل بالظبط، واحد قوي وواحد ضعيف. القوي اللي هو في السلبيه الكهربيه بيشد الالكترونات ناحيته خالص، يبقى بكده بيكتسب الكترون، يبقى بيكتسب شحنه سالبه، علشان كده بقى خد شحنه ايه؟ شحنه سالبه. الصوديوم فقد الالكترون اللي كان موجود عنده، خد شحنه ايه؟ خد شحنه موجبه. يبقى الاي ان ديت اختصار الكترو نيجاتيفيتي، سالب السلبيه الكهربيه، السلبيه الكهربيه. يبقى كل ما كانت الاتوم السلبيه الكهربيه بتاعتها عاليه، يبقى كل ما هتسحب الالكترونات بتاعه الرابطه ايه؟ اكتر، اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده عندي. يبقى خلاص الموضوع الاورجانيك كومباوند والان اورجانيك كومباوند. الان اورجانيك كومباوند زي الصوديوم كلورايد او اتش سي ال اتش بي ار SO4، كل الحاجات ديت الروابط اللي موجوده فيها البوندنج بتاعتها بتكون ايه؟ بتكون روابط ايونيه، ايونيك بوند، ايونيك بوند. واي رابطه سواء كانت ايونيه او سواء كانت تساهميه كوفيلنت البوند، البوند بتتكون او الاسرع بتتكون من 2 الكترون، من 2 ايه؟ من 2 الكترون. في الايونيه اتوم بتفقد الكترون والاتوم الثانيه بتكتسب الايه؟ الالكترون. يبقى ده بقول عليه ديت بتبقى دونر للالكترون ودي اكسبتور للايه؟ ودي اكسبتور للايه؟ للالكترون. اجي بعد كده للكوفيلنت بوند، الكوفيلنت بوند زي ما احنا شرحنا بالظبط، زي مثلا عندي الكربون وهيتصل باربعه هيدروجين، احنا عارفين الكربون دراستنا في الاعدادي، الكربون في الاورجانيك كيمستري بيكون كم اسرع؟ بيكون اربع اسرع، اربع روابط. يبقى عشان كده هنا هيتفاعل مع مين؟ في المثال ده مع اربعه هيدروجين. يبقى الاربعه هيدروجين كل كربون من ديت هتاخد هيدروجين، يبقى هنا الكترون ده هياخد هيدروجين، الالكترون ده هياخد هيدروجين، الالكترون ده هيدروجين، الالكترون ده هيدروجين. يبقى الالكترون ده مع الالكترون ده يعمل لي رابطه تساهميه بين الكربون وبين الهيدروجين، اللي هي عباره عن الاثنين الكترون دول ديت اللي هي الاسرع اللي موجوده بين الكربون والهيدروجين. هنا نفس الكلام بين الكربون والهيدروجين، بين الكربون والهيدروجين، بين الكربون والايه؟ والهيدروجين. يبقى هنا الكربون بيقول عليه تترا فيلنت او الفالنسي بتاعته رباعيه، التكافؤ بتاعه رباعي، عشان كده عمل اربع روابط، واحد اثنين ثلاثه اربعه، عشان كده اتفاعل مع كام هيدروجين؟ مع اربعه ايه؟ مع اربعه هيدروجين. زي ما احنا عارفين الهيدروجين هو كل العدد الذري بتاعه هو كل واحد، يبقى هنستخدم اربعه من الهيدروجين، يبقى كل واحد من الهيدروجين اللي الاربعه دولت هيعمل لي بوند مع مين؟ مع كل الكترون مقابل ايه؟ مقابل له. يبقى هنا الرابطه اتكونت عن طريق ايه؟ هل ده فقد وهل ده اكتسب؟ لا ما حصلش الكلام ده، ده شارك بالكترون وده شارك بالكترون، يبقى عمليه شير رابط تساهميه، بيساهم ده بيساهم بالكترون والتاني بيساهم ايه؟ بالكترون.
بس اهم حاجه في النهايه هنا ده بقى الكربون حواليه كام الكترون الاجمالي؟ حواليه 8 الكترون. هنا الكلور برضو في الحاله ديت حواليه كام الكترون في المستوى الاخير؟ 8 الكترون. يبقى هنا وصل لحاجه اسمها الاوكتيترو ولا نظريه الثمانيات. قلت نظريه الثمانيات ده بيكون المركب فيها هايلي ستيبل ان هو يكون محاط ب8 ايه؟ ب8 الكترون. قلت هنا في الايونيك بوند الفرق في الالكترون اكتيفيتي بيكون عالي، هنا ديت ده 9 من 10 ده 3، يبقى الفرق هنا كام؟ 2 و1 من 10. اجي ابص هنا في الروابط التساويه هلاقي الفرق في الالكترون نيجاتيفيتي قريب جدا، قريب جدا. هنا الالكترون نيجاتيفيتي بتاعت الهيدروجين كام؟ 2 و1 من 10. الالكترون نيجاتيفيتي بتاعت الكربون كام؟ 2 ونص. ده السلبيه الكهربيه بتاعته 2 ونص، ده السلبيه الكهربيه بتاعته 2 و1 من 10. فالفرق بينهم كام؟ الديفرنس في الالكترون نيجاتيفيتي هنا كام؟ 4 من 10، بسيط. انما هنا الفرق كبير جدا، يعني معنى ذلك ان الراجل ده اقوى جدا ان هو يسحب الالكترونات بتاعت الرابطه. الكترونات الرابطه عن مين؟ عن الصوديوم، علشان كده ده بقى عليه شحنه سالبه، ده عليه شحنه موجبه. يبقى الفرق في الالكترون نيجاتيفيتي في الايونيك بوند بيكون عالي، بيكون عالي. هنا الفرق هنا في المثال ده 2 و1 من 10، فالفرق كبير. انما في يعني الفرق هنا بيكون اكبر من 2، انما في حاله الايونيك بوند، في حاله الكوفيلنت بوند زي ما احنا شايفين كده بين الكربون وبين الهيدروجين عشان يكون لمركب الميثين اللي هو الالكين، الفرق هنا في الالكترون نيجاتيفيتي بين الكربون وبين الهيدروجين عباره عن كام؟ 0.4، يعني 4 من 10. فالفرق في السالبيه الكهربيه عشان كده ايه؟ قليل جدا. فبالتالي لا ده عليه شحنه موجبه ولا ده عليه شحنه سالبه، ولا ده شحنه سالبه ولا ده شحنه موجبه. ما بلاقيش الكلام ده خالص في اغلبيه المركبات الاورجانيك، ما بلاقيش لا شحنه موجبه ولا شحنه سالبه على الايه؟ على الاتومز. انما في الحاله العاديه خالص، الحاله العاديه بيكون الكربون حواليه كام بوند؟ حواليه 4 بوند. البوند زي ما احنا عارفين البوند بتتكون من كام؟ من 2 الكترونز، بتتكون من 2 الكترونز. ده المثال بتاع الصوديوم كلورايد اللي احنا شرحناه في المثال اللي ايه؟ في المثال اللي فات. يبقى لو جيت اعمل مقارنه بين الاورجانيك كومباوندز والان اورجانيك كومباوندز، نسبه تواجد الاورجانيك للان اورجانيك، الاورجانيك كبيره جدا بنسبه 18 لواحد. يعني انا لو عندي 18 مركب اورجانيك ويقابلهم مركب واحد ان اورجانيك، فنسبه الاورجانيك كومباوندز عاليه جدا بالمقارنه بمين؟ بالان اورجانيك كومباوند. فالان اورجانيك كومباوند تعتبر المركبات محدوده في العدد. اجي بعد كده قلت عندي الاورجانيك كومباوندز موستلي الروابط الموجوده عندي كوفيلنت بوند، روابط تساهميه، الروابط التساهميه جايه عن طريق تشيرنج، ذره مع ذره كل واحده بتشارك بالكترون عشان اكون بوند او اسرع عباره عن 2 الكترون. في الان اورجانيك زي ما قلنا زي الصوديوم كلورات بتكون المركبات اللي عندي بتكون بولارايزد، بولارايزد يعني متأينه قطبيه، ايونيك، واحد عليه شحنه موجبه، واحد عليه شحنه سالبه، زي ما قلنا في مثال الايه؟ ملح الطعام اللي هو الصوديوم كلورايد. فلو جيت اعمل كومباريزون بين الاثنين عندي يبقى الاورجانيك والان اورجانيك، الان اورجانيك الاورجانيك بالنسبه للبوندنج زي ما اتكلمنا على البوندنج، يبقى الاورجانيك كوفيلنت بوند، الان اورجانيك ايونيك بوند. ايونيك بوند يعني ايه؟ يعني عندي فيه بوزيتيف وفيه عندي نيجاتيف تشارج. ده القوه اللي بين المولكيولز الجزيئات بتاعه المركب. في حاله الاورجانيك بتكون ضعيفه، في حاله الان اورجانيك قوه الترابط بين الاتومز اللي عندي بتكون عاليه، يوجوالي سترونج. ده بالفيزيكال ستيت، الحاله الفيزيائيه بتاعه الحاجات الاورجانيك. ممكن تكون الحاجات دي تكون غازات، المركبات دي غازات جازز، وتكون ليكويدز، ممكن تكون سوليد، والسوليد ده لما اجي اعمل اقيس له الميلتنج بونت بتاعته درجه الانصهار بتكون قليله، لو ميلتنج بونت ام بي، دي اختصار ميلتنج بوينت، ميلتنج ايه؟ ميلتنج بوينت. انما الايونيك كومباوند بتكون الميلتنج بتاعتها درجه الانصهار بتاعتها عاليه جدا، وبتكون ايه؟ وبتكون سوليد، وبتكون ايه؟ وبتكون سوليد. ده بالنسبه للميلتنج بونت، لان درجه الانصهار دي ما ينفعش اقيسها للجازس ولا الليكويد، يبقى بقيسها لمين؟ بقيسها للايه؟ للسوليد. السوليد يبقى السوليد لو الماده اللي عندي ان اورجانيك ممكن تكون جازز، ممكن تكون ليكويدز، بس لو هي سوليد الميلتنج بوند بتاعتها درجه الانصهار بتاعتها بتكون عاليه جدا. انما بالنسبه للاورجانيك كومباوند درجه الانصهار بتاعتها بتكون ايه؟ بتكون لو، بتكون قليله. ممكن الكلام ده يجي في ايه؟ ترو فولس. اجي بعد كده الفلامابيلتي، يعني درجه الاشتعال او درجه الايه؟ الاحتراق او الكلام ده. لو مركبات الاورجانيك كلها نتيجه ان احنا قلنا بتتكون من ايه؟ بتتكون من كربون، فبيحصل له عمليه ايه؟ فلامابيلتي، بيبقى ايه؟ بيشتعل. انما اغلبيه المركبات الان اورجانيك نسبه الكربون فيها قليله، فبتكون يوجوالي نون ايه؟ نون انفلامابل. يعني لو جبت خدت عينه من ماده
سوليد وحطيتها على النار هلاقيها بتشتعل او بتحترق او بيطلع لها تبقى اسمها كده لها دخان. انما المواد اللي هي الان اورجانيك درجه الايه؟ ان يحصل لها عمليه اشتعال بتكون نون، بقول عليها نون ايه؟ نون فلامبل، لا تشتعل، لا تشتعل. بعد كده الذوبانيه في الميه، الذوبانيه في الميه سولوبيلتي ان ووتر، الاورجانيك كومباوند الذوبانيه بتاعتها في الميه قليله او قليله جدا. انما الان اورجانيك كومباوند الذوبانيه بتاعتها في الميه بتكون هاي، هاي ليه؟ لان النتيجه عندي بقول ان هي متعينه، عندي شق موجب وشق سالب، فنتيجه ان الووتر بولر فهيدوب مين؟ يدوب الحاجات البولر، والحاجات البولر اللي عندي اللي قلت عليها شحنه موجبه وشحنه سالبه، الاورجانيك ولا الان اورجانيك؟ الان ايه؟ الان اورجانيك. وخدنا المثال عليها زي الصوديوم، ايه الصوديوم كلوريد ملح الطعام بيدوب جدا بسهوله جدا في الميه. لو جبت بنزين زي مثال الايه؟ للاورجانيك كومباوند، او الميثين او الايثين او التولوين او المركبات اللي هي الاورجانيك دي كلها، لو جيت تجرب الزوبيريا بتاعتها في الميه هلاقيها قليله جدا. انما المركبات الان اورجانيك زي الصوديوم كلورايد، زي الاتش سي ال، زي الاتش 2 اس او 4، اغلبيه المركبات دي كلها اغلبيتها فين؟ بتكون الزوبانيه بتاعتها في الميه، في الميه بتكون ايه؟ بتكون هاي، بتكون ايه؟ بتكون عاليه، هي الان اورجانيك. بعد كده الكوندكتيفيتي التوصيل الكهربيه. بقى انا قلت في عندي موجب وسالب، الموجب والسالب ده موجود في الاورجانيك ولا الان اورجانيك؟ موجود في الان اورجانيك، يبقى ما دام في موجب وسالب يبقى كونداكتور، ده اللي بيوصل الكهرباء اللي هو مين؟ مركبات الان اورجانيك. ده بالمركبات الاورجانيك بيقول عليها نان كونداكتور فور الكتريستي. ريت اوف رياكشن، نسبه التفاعل، التفاعل ده بيتم بسرعه في مين؟ في الحاجه الموجبه والحاجه السالبه، ولا الحاجه اللي ما فيش فيها لا موجب ولا سالب؟ لا اكيد الموجب والسالب الايونايزد بيكون البولر، بتكون الرياكتيفيتي ان التفاعل يتم بسرعه بتكون في اسرع، فعشان كده بقول الان اورجانيك كومباوند التفاعلات بتاعته بتتم فاستر بسرعه جدا. انما الان اورجانيك كومباوندز، الاورجانيك كومباوندز اللي بتحتوي على كربون اللي البوند بتاعتها عباره عن كوفيلنت بوند شيرنج بوند بتكون سلور. يعني هنا التفاعل او هنا في الان اورجانيك خد ساعه، يبقى هنا في اورجانيك كومباوند ياخد ممكن ياخد له 10 ساعات، ممكن التفاعل عشان يتم ياخد يوم، ياخد يومين، في تفاعلات بتتم بالاسبوع. انما اغلبيه التفاعلات الان اورجانيك، المركبات الان اورجانيك مع بعضها بتتم في الحال في الوقت. لو كنت اخدت عملي في الاناليتيكال بتحط اجيب مثلا هيدروجين برومايد احط عليه سلفر نيتريت احط على المركبات الان اورجانيك دي كلها بتتفاعل بسرعه شديده جدا. اجيب باريوم كلورايد بي اي سي ال 2 افعله مع المركبات السلفر، التفاعلات بتتم نتيجه ان هي مركبات ايه؟ مركبات ايونيه، فالتفاعلات بتكون ايه؟ سريعه جدا، بتتم ادوانس في الغالب، يعني بتتم ادوانس في الحال. يبقى دلوقتي خلاصه الكومباريزون بتوين الاورجانيك والان اورجانيك كومباوندز، البروبرتيز بتاعت البوندنج، قلت الاورجانيك كومباوندز المركبات بتاعتها بتكون كوفيلنت بوند، روابط تساهميه، الان اورجانيك روابط ايونيه بوزيتيف ونيجاتيف. ده هو الترابط بين الجزيئات، هنا بتاعت الجزيء ده مع الجزيء ده، ده بيكون ويك، بتكون ضعيفه، ديت سترونج، تكون سترونج اللي هي الايه؟ اللي هي الان اورجانيك. الحاله الفيزيائيه بتاعت ده بيكون موجود على في جاز ستيت، ليكويد ستيت، في سوليد ستيت. ولو جيت احسب الميلتنج بوينت بتاع درجه الانصهار بتكون قليله جدا لو قارنتها بمين؟ بالايه؟ الان اورجانيك كومباوندز. يعني ده لو درجه الانصهار بتاعته 100 اللي هو الاورجانيك، الان اورجانيك ممكن تلاقيها فوق ال 300 درجه الانصهار بتاعتها. الاشتعال الاورجانيك نتيجه ان الكربون فيه عاليه جدا بيشتعل ويحترق ويحصل له حاجات كتيره جدا. انما الان اورجانيك نتيجه لان نسبه الكربون فيه قليله جدا ممكن تكون مش موجوده اصلا، بقول عليه نان فلامبل. بعد كده الذوبانيه في الميه، احنا عارفين الميه مذيب قطبي، يبقى هيروح للحاجه اللي فيها موجب وسالب، يبقى هنا في الان اورجانيك الذوبانيه بتاعته عاليه جدا في الووتر، انما الاورجانيك الذوبانيه بتاعته بتكون قليله جدا او ممكن عديمه في الووتر. التوصيل الكهربيه، التوصيل الكهربيه عايزين موجب وبص موجب ونيجاتيف، الموجب والنيجاتيف ده هيكون موجود فين؟ موجود في الان اورجانيك. انما الاورجانيك ما فيش عندي لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، ده انا عندي عباره عن كوفيلنت بوند، عمليه مشاركه بالالكترونات فقط، يبقى ده انا كوندكتور. يعني الصوديوم كلورايد يوصل الايه؟ الالكتريس، يوصل الكهرباء، البنزين ما يوصلش. بعد كده قلت الريت بتاع الرياكشن في حاله الان اورجانيك بيكون الريت بتاع الرياكشن فاستر، بيكون سريع جدا ويتم بسرعه، انما في حاله الاورجانيك بيكون ايه؟ بيكون بطيء. بعد كده هنتكلم على الاتوميك اوربيتالز، الاتوميك اوربيتالز زي ما احنا عارفين
قلت في عندي الاوربيتالات اللي هي انا عندي ذره، اي ذره ده النيوكلس بتاعتها فيها البروتونز وفيها النيوترونز، المستويات اللي بره ديت فيها الالكترونز، فيها الالكترون، عارفين ان عدد الالكترون بيساوي عدد مين؟ البروتونز. وعدد الالكترون او عدد البروتونز ده هو بقول عليه الايه، هو عباره عن الاتوميك نمبر، العدد الذري. الالكترونات ده هي موجوده في اوربيتالز، موجوده زي ما قلت الاوربيتالز هو ايه، هو المكان اللي احتماليه تواجد الالكترونات فيه بتكون عاليه جدا. في عندي الاوربيتالات دهيت اوربيتال اس، وفي عندي اوربيتال بي. واحنا بنهتم في الاورجانيك كيمستري بالاوربيتال اس وبي في الغالب، ليه؟ لان احنا عندي الاوربيتال اس والاوربيتال بي، ان انا عندي العدد الذري بتاع الكربون عباره عن 6، فحما نيجي نوزعه هيبقى ايه؟ الاس هياخد 2 بيتملى ب2، البي بيتملى ب6، فالبي كده هيبقى باقي له كام؟ 4. فبالتالي المستويات بعد كده اللي هي عباره عن احنا قلنا الاس وفي عندي البي، في عندي الدي وفي عندي الاف، والكلام ده كله مش هيبقى في احتياج لها. يبقى انا اللي بهتم بيه فقط مين؟ الاس، وبهتم بالاوربيتال ايه؟ الاوربيتال بي. الاوربيتال بي ليه؟ لان العدد الذري بتاع الكربون اللي اغلبيه مركبات الاورجانيك كلها بتتكون من كربون، هو اصلا العدد الذري بتاعه 6. العدد الذري ما اوزع 6 دول هيبقى عباره عن 2 في الاوربيتال اس 1، بعد كده 2s فيه 2 الكترون، البي هيبقى فيه كام؟ 2 الكترون، هيبقى فيه 2 الكترون، يبقى كده السته خلصوا. فبالتالي هو ده الاهتمام بتاعه كله في الاورجانيك، ان انا بهتم ليه بالاوربيتال اس وبي الاوربيتال ايه وبالاوربيتال بي. علشان كده ممكن السؤال يجي الاورجانيك يعني كيمستري او الاورجانيك كومباوند برايمرلي فوكس، بنعمل فوكس على الاوربيتال اس اند الاوربيتال بي اونلي. ليه؟ لان العدد الذري بتاعه فقط 6، فحاجه اوزعه هتوزع ايه؟ 2 في ال 1 اس و2 في ال 2 اس، وبقي عندي 2 الكترون في الايه؟ في ال 2 بي. 2 بي اللي هو بيتملى ب6، ده حتى البي ما هواش ايه؟ ما هواش كامل، ما هواش ايه؟ ما هواش كامل. فبالتالي عشان كده احنا لا هنهتم بالاوربيتال دي ولا بالاوربيتال ايه ولا بالاوربيتال اف. يبقى ده مقول الشيب بتاع الاتوميك اوربيتالز، اللي الاتوميك اوربيتالز ديت اللي هي متواجد فيها الالكترونز. في عند الاوربيتال اس الشكل بتاعه بيكون سفيريكال اللي عليه السهم ده، في عندي البي، البي اكس بالمنظر ده بي اكس، وفي عندي البي واي، وفي عندي البي ايه البي زد، دي اشكال الايه الاوربيتال. يبقى في عندي اوربيتال اس وفي عندي اوربيتال ايه اوربيتال بي. الاوربيتال بي ده فيه منه 3 سب اوربيتال، البي اكس احنا شايفينه قدامنا ده، وفي البي واي اللي هو العمودي ده، وفي عند البي ايه البي زد، البي ايه زد. يبقى قلت هنا يبقى ده دول بقول عليهم الاتوميك ايه الاتوميك اوربيتال، ده الاس كون سفيريكال، وفي عندي البي اكس اللينير ده على الخط اللي هو البي اكس، وبي واي اللي هو البربندكولار ده، وفي اللي هو اللي جاي بالجنب ده اللي بقول عليه تراجونال ده بقول عليه اللي هو البي ايه البي زد. بعد كده الديستريبيوشن بتاع الالكترون جوه الاوربيتالز دي بيتم ازاي؟ انا قلت عن دلوقتي المستوى الاولاني زي ما قلنا في المستويات الطاقه اللي هي فيها الالكترون اللي حوالين النواه، المستوى الاول ده بيتملى ب2 الكترون، الاثنين الكترون دول بيتحطوا فين؟ بيتحطوا فيه عندي فقط اوربيتال اس فقط، ده بيتملى ب2 زي ما احنا عارفين، اي اوربيتال بيتملى ب2 الكترون. انما لو عندي اوربيتال الاثنين في نفس مستوى الطاقه يبقى بوزع الاول فرادى اكوردنج تو هوندس رول، والزياده ارجع اوزعها تاني. يبقى ده الشيل الاولاني ده في مين؟ في الاوربيتال اس يتملى ب2. اجي بقى ارجع الشيل الثاني فيه اس وبي، احنا قلنا البي في عندي كام؟ يبقى لو قلت ده 1 اس يبقى ده 2 اس 2 بي، ال 2 بي ده في 2 بي اكس زي ما قلنا في الاشكال، وال 2 بي واي وال 2 بي زد. بعد كده المستوى الثالث في عندي اس، وفي عندي 3 بي، وفي عندي 5 دي. المستوى الرابع في عندي 1 اس، في عندي 3 بي، في عندي 5 دي، وفي عندي 7 اف. علشان كده لو جيت ابص هلاقي عندي المستوى الاولاني ده زي ما قلنا في الاول خالص، قلت المستوى الاولاني من
الاوربيتالز او مستويات الطاقه اللي حوالين النواه. ده الاولاني ده بيتملى ب2 الكترون، الاس بتتملى ب2 الكترون. اجي المستوى الثاني قلت بيتملى بكام؟ بيتملى ب8، بيبقى فول فيلد، مملوك تماما ب8 الكترونات. لو الاس ديت هتاخد 2 الكترون، والثلاثه دولت البي اكس والبي واي والبي زد كل واحد هياخد 2 الكترون، يبقى هنا 6 و2 8. قلنا المستوى الثاني بيتملى ب8 الكترون. المستوى الثالث اللي احنا يعني مش مهتمين به قوي، المستوى الثالث ده بيتملى بكام؟ بيتملى ب18. 18 ليه طيب؟ حاجه بص، ادا ال 3S في 2، ال 3B هيتملى ب6، ال 3D هيتملى بكام؟ ب10. اجمع 10 و6 16، 16 و2 18. عشان كده قلت المستوى الثالث يتملى ب18 الكترون. المستوى الرابع اللي هو ال 4S، يبقى ده الفور دي بحطها 4S 4B 4D 4F زي ما قلت هنا. المستوى الثالث يبقى 3S 3B 3D. المستوى الثاني 2 يبقى 2S 2B. الاولاني 1 هو معروف ان ده 1 ايه؟ 1S. المستوى ده اجمع دول الاقي المستوى الرابع ده بيتكون من كام؟ بيتملى ب32 الكترون. انا قلت بقى اركز ليه بعمل فوكسنج على المستوى الاول والثاني او على الاس والبي، وده اس وده اس وده البي. ليه؟ لان انا عندي ده قلت الاورجانيك كيمستري كومباوندز اوف كربون. الكربون الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 6. هو يا دوب يبقى 2، هيبقى لما نيجي نوزع هيبقى 2 عندي هنا في ال 1 اس و2 في ال 2 اس، وبقي عندي 2، واحد هنا في ال 2 بي اكس وواحد في ال 2 بي واي، والبي زد ده هيبقى فاضي. اعمل بعد كده عمليه اثاره الالكترون من هنا هيخش على مين؟ هيخش على الاوربيتال الفاضي اللي هنا. فالراجل كل الاتوميك نمبر بتاعه 6، فانا اللي هعوز الدي ولا هعوز مين؟ ولا هعوز الاف. انا كل اللي عندي هو بس الشيل الاولاني والشيل الايه؟ الثاني. لان كل ده اللي حاكمني فيه مين؟ اللي هو الاتوميك نمبر بتاع الكربون اللي هو كام؟ اللي هو 6. زي ما قلت عندي ادي النيوكلس، اي اتوم خصوصا الكربون، يبقى في عندي هنا بروتونز بوزيتيف تشارج، نيوترونز نيوترال، وهنا سراوندد تو نيوكلاس باي ايه؟ العند اللي هو الاي بي، الاي بي الالكترونز اللي هي شحنتها ايه؟ اللي هي شحنتها سالبه. يبقى الاتوميك اوربيتالز زي ما قلت كده اللي هي الاس والبي والدي والاف، وقلنا هنعمل فوكسنج او اللي عندنا عشان العدد الذري بتاع الكربون صغير، فبتكلم على الاس والاي والبي فقط. انا عندي الاليمنت زي ده الهيليوم، لما اجي اعمل الكترونيك كونفيجريشن بتاعه الهيليوم، الهيليوم فين؟ اللي هو الهيدروجين. الهيدروجين ده فيه الكترون واحد، يبقى معنى ذلك عدد الالكترون بتاعته واحده، يبقى عدد البروتونز بتاعته واحد، لان ده الاتوميك نمبر بتاعه. اجي التوزيع بتاعه هيبقى عباره عن 1s1، وفي كام الكترون؟ فيه واحد كمان، يعني حتى نصف ممتلئ فيه الكترون واحد. اجي بعد كده الهيليوم، الهيليوم فيه عباره عن 2 الكترون، يبقى 1s اللي هو الشيل الاولاني او المستوى الاول، 1s2 اللي هما ده الاثنين الكترون، والاثنين الكترون ما يجي ترسمه بيكون الاثنين عكس بعض، نص سهم كده، نص راس سهم والاثنين عكس بعض. ده ادي راس فوق، اللي راس اللي فوق وده راس الايه؟ اللي تحت. اجي بعد كده للليثيوم، العدد اتوميك نمبر بتاعه 3، يبقى هيتوزع ازاي؟ يبقى 1s2 2s1، وادي الايه؟ الاوربيتال نوتيشن او الكونفجريشن بتاعه. البريليوم بي ده اسمه بريليوم، يبقى في البريليوم ده عدد الذري كام؟ 4، يبقى معنى ذلك عدد الالكترون بتاعته 4، عدد البروتونز بتاعته 4، يبقى هيتوزعوا ازاي؟ 1s2، احنا عارفين الاس بتملى 1s بتملى ب2 وال 2s هيتملى ب2، ده التوزيع بتاعهم. اجي بعد كده ده البي ديت اسمه بورون، البورون ده عدد الذري كام؟ 5، يبقى هتوزعه ازاي؟ 1s2 هيتملى ب2، ال 2s2 هيتملى ب2، ال 2b اللي لسه عندي فيه الشيل نمبر 2 الثاني هيبقى في باقي فيه كام الكترون؟ انا ده قلت ده 5، يبقى ده 2 و2 4، يبقى باقي عندي 1، ادي الواحد اهو. يبقى ده عباره عن ال 1s، ده عباره عن ال 2s، ده عباره عن الايه؟ عن ال 1b، عباره عن ال 2b 2b، واوربيتال واحد فقط هو الايه؟ اللي فيه الكترون واحد فقط، لان هو المركب كله، العنصر كله او الذره، كل الاتوميك نمبر بتاعه عباره عن كام؟ عباره عن 5. اجل الكربون اللي هو المهم عندنا ده هناخده في السلايد اللي بعد كده، عباره عن احنا قلت الكربون العدد الذري بتاعه كام؟ 6، يبقى 1s2 2s2 2b2، ادي 6 2 و2 4 4 و2 6. اجي بعد كده للنيتروجين، النيتروجين العدد الذري بتاعه كام؟ 7،
اتومز الزوار ديت لازم نكون ايه حافظينها، خصوصا الكربون والهيدروجين والنيتروجين والاكسجين، دول مهمين جدا لان اغلبيه الاورجانيك كيمستري بيتعامل مع الايه مع الاتومز ديت. النيتروجين 7 هتوزع ازاي؟ يبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 3. ال 2 بي 3 ده انا قلت يبقى ده ال 1 اس في 2، ال 2 اس في 2، ال 2 بي قلت فيه 2 بي بي اكس بي واي وبي زد. انا كان باقي عندي هنا ثلاثه، هل اجمل ده اكوردنج تو هوندس رول اعملها باثنين مره واحده؟ لا، بنام الثلاثه دول في مستوى واحد 2 بي اكس 2 بي واي 2 بي زد، يبقى ده الاكس هياخد واحد، الواي هياخد واحد، والزد هياخد واحد. لو كان عندي زياده ارجع اكملها ايه؟ ابدا تاني اوزع عمليه توزيع، انما الاول لازم اوزع ايه؟ فرادى، بنام الاثنين في مستوى الاورب ثلاثه، الثلاثه دول 2 بي اكس و2 بي واي و2 بي زد في مستوى واحد، يبقى لازم اوزعهم ايه؟ اوزعهم فرادى الاول اكوردنج تو هوند سول. الاكسجين العدد الذري بتاعه 8، يبقى 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4، ده بال 2 بي 4 ال 2 بي قلت فيه 2 بي اكس وواي وزد، ده انا بني الاول هوزع فرادى 1 1 1، اتبقى عندي هنا كام؟ اتبقى عندي واحد زياده، اوزعه ازاي؟ احطه في الاوربيتال الاولاني اللي هو 2 بي اكس، عشان كده بقى في 2 وبقى في عندي الايه؟ الاولاني اللي هو 2 بي واي و2 بي زد في ايه؟ في الكترون واحد ايه؟ مفرد. اغلبيه الاتومز اللي هي المستوى الاخير بتاع في التوزيع الالكتروني عدد فردي، هو ده بيكون عباره عن الفالنسي او التكافؤ بتاع الذره اللي موجوده عندي. يعني ايه التكافؤ؟ عباره عن عدد البوند اللي هي ممكن احتمال تكونها وتشارك بها مع ذرات ثانيه علشان يحصل الكيميكال رياكشن. يبقى الفالنسي او التكافؤ ذا كيميكال بروبرتيز اوف ذا اليمنتس ريفليكت ذير الكترون كونفيجوريشن. يبقى الكيميكال بروباتس الخواص الكيميائيه للعنصر اللي موجود عندي او للذره ديت انعكاس للالكترونيك كونفيجوريشن. انا قلت الاكسجين التكافؤ بتاعه ثنائي، ثنائي ليه؟ لان الاكسجين زي ما احنا عارفين في عندي كام دلوقتي الالكترونات المفرده اللي موجوده فيه اللي ممكن تعمل روابط تساهميه او ممكن تعمل رابط مع ذرات اخرى، ده واحد وده واحد، يبقى اثنين. النيتروجين بقول ليه التكافؤ بتاعه ثلاثي؟ اجي ابص فيه كام الكترون مفرد؟ واحد اثنين ثلاثه. البورون ده بقول عليه احادي، اجي ابص في كام الكترون مفرد؟ واحد. الهيدروجين بقول التكافؤ بتاعه احادي، في كام الكترون مفرد؟ واحد. الكربون هنشوفه دلوقتي. في الغالب دي اخر حاجه هنقولها النهارده. اجي ابص للكربون. يبقى دلوقتي بتكلم على مين؟ بتكلم على الكربون. يبقى عندي 1 اس هيتملى ب 2. 2 اس اتملى ب 2. انا قلت الكربون الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ 6. ال 2 بي في اكس 2 بي واي 2 بي اكس و2 بي واي و2 بي زد. طب انا باقي عندي 2 الكترون، خلاص يبقى 2 بي اكس هتاخد واحد، 2 بي واي هتاخد واحد، 2 بي زد مالوش. ففي عندي اوربيتال ايه؟ اوربيتال فاضي. الاوربيتالات كل ما اطلع في الطاقه، يعني مين اللي هايلي انرجيتك؟ ال1 اس ولا ال2 اس ولا ال2 بي؟ كل زي ما انا شايف السهم كده، ال1 اس اقل في الطاقه، 2 اس اعلى في الطاقه، ال2 بي الاثنين دول في مستوى طاقه واحد، عشان احنا كنا بنقول مستويات الطاقه، مستويات الطاقه، المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى الرابع لغايه المستوى السابع. فالمستوى الاول هو اللي فيه فقط فين؟ ال1 اس، ده بالمستوى الثاني في مين؟ ال2 اس وال2 بي، الاثنين ديت اللي هو رقم ايه؟ رقم المستوى. ال1 اس يبقى ال1 ديت بتشير الى ايه؟ اللي ده رقم المستوى الواحد الاول. ال 2 اس وال 2 بي يبقى مستوى الطاقه الثاني، بعد كده بعد ال 2 بي ده في عندي 3 اس و 3 بي و 3 دي، يبقى ده مستوى الطاقه الثالث. يبقى ده فيه كام الكترون دلوقتي؟ يبقى ده فيه بيتملى باثنين وده بيتملى باثنين، وفي عندي ال 2 بي، ال 2 بي فيه سب اوربيتالز، في اللي هو البي اكس والبي واي والبي زد، فما مش باقي عندي من العدد الذري او عدد الالكترون زي ما احنا عارفين العدد الذري بيعمل لي ريفليكشن لعدد البروتونز او عدد الالكترون، فانا دلوقتي بعمل توزيع لعدد مين؟ لعدد الالكترون اللي موجوده عندي بتاعه الايه؟ الكربون. فهنا مفرد اثنين، ده باني دولت الاثنين في مستوى طاقه ايه؟ طاقه واحد. فده هوت في الحاله ديت بيحصل حاجه اسمها هايبرديزيشن، وده هوت الالكترون من هنا من ال 2 اس بينتقل لمين؟ لل 2 بي زد الفاضي ده. لما ده هينتقل هنا ده، يبقى في عندي دلوقتي في المستوى الثاني في كام الكترون مفرد اللي بيعمله ريفليكشن للكيميكال بوند او الكيميكال بروبرتيز بتاعت اي اتوم موجوده عندي؟ هيبقى في عندي ال 2 اس ده
هيبقى في عنده واحد، التو بي هيبقى في واحد، التو بي ده اكس وده واي، والزد ده هتاخد واحد اللي هو منين؟ من التو اس. يبقى في عنده اربع الكترونات ايه؟ مفرده. يبقى بالتالي يبقى الكربون، عشان كده بنقول الكربون بيكون تتروفيلنت، بيعمل اربع ايه؟ اربع روابط. بينما اربع روابط يبقى هيعمل، هيشارك كل مره في كل رابطه بايه؟ بالكترون. يبقى لازم يكون عشان يعمل اربع روابط لازم يكون عنده كام الكترون مفرد؟ لازم يكون عنده ايه؟ عنده اربعه. فعشان كده بيحصل عمليه الهايبرديزيشن للكربون، وبينتقل الالكترون من الاوربيتال التو اس الى الايه؟ التو بي ايه؟ التو بي زد. ودي كانت نهاية المحاضرة بتاعتنا النهاردة، ويا رب الناس تذاكر أول بأول على طول، عشان كل زي ما قلت في الأول خالص الأورجانيك كيمستري كل معتمد على بعض. المحاضرة اللي جاية اللي هنقولها يوم الثلاثة الجاي إن شاء الله، وهنعمل فيها كويز على المحاضرة اللي إحنا قلناها ديت، كل ده مرتبط لبعضه، ما ينفعش أذاكر المحاضرة الثانية من غير المحاضرة الأولى. كل كلمة قلتها مش مكتوبة أو كلام في خلال الشرح وأنت بتذاكر أو صورت الهارد كوبي أو الحاجات اللي أنا نزلت المحاضرة على الموقع الالكتروني الجديد سيادتك صورتها، لازم تكتب في الورق اللي معاك كل كلمه بقولها زياده عن الكلام في الشرح، بحيث انت تبقى فاهم وفي نفس الوقت انت مطالب بكل اللي انا ايه؟ اللي انا بقوله ده. يبقى الوقت ان انا عندي دلوقتي بخلصت الموضوع، الكربون اللي عندي بترتبط باربع ايه؟ باربع اتومز ثانيه في الحاله الايه؟ في الحاله الايه؟ العاديه. وفي قلت في عندي اورجانيك كومباوند وفي عندي ان اورجانيك كومباوند، وعملنا ازاي اعمل عمليه تفرقه بين الايه؟ بين الاثنين. يبقى ان شاء الله الناس تذاكر اول باول، والامور ان شاء الله هتبقى ايه؟ هتبقى سهله وبسيطه جدا. يبقى ثانك يو اند كيب ليرنينج، ثانكس فور واتشنج بليز. يعني ستك ممكن تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تعمل شير، اهم حاجه ان المعلومات اللي احنا بنقولها دي توصل لاكبر قدر من الناس، وان شاء الله موفقين ودمتم بالف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.